دايما عندنا اعتقاد خاطئ ان الشخص الناجح او الناس اللي احنا بنشوفهم ناجحين هم اتولدوا ناجحين. كل حد نجح في شيء ما وبقى مثال كلنا بنتداوله، هي الناس دي اتولدت كده، ربنا خلقها كده. طب انا لو عايز ابقى زيه صعب، انا ما اتولدتش ناجح فانا مش هبقى زيه او ما عنديش القدرة ان ابقى زيه. بس الحقيقة مش كده خالص. الحقيقة ان كل الناس الناجحة مش هم اللي توفرت لهم الظروف للنجاح، لا، هم الناس اللي خلقوا ووفروا ظروفهم عشان ينجحوا. بمعنى ايه؟ الشخص الناجح مش هو الشخص اللي اتولد كل حاجة سهلة، كل حاجة بتدعم نجاحه، لا بالعكس. الناس اللي نجحت كلها واللي احنا بنبص لهم ان احنا نفسنا نبقى زيهم، الناس دول ممكن يكونوا كان عندهم اسوأ واصعب ظروف في الاخر تخليهم ينجحوا، بس هم اشتغلوا ووفروا وهيئوا كل ظروفهم عشان خاطر في الاخر يبقوا ناس ناجحين. دايما اهلنا، طبعا كلنا متفقين ان اهلنا بيحبونا جدا ونفسهم نبقى احسن ناس في العالم، بس هم للاسف دايما بيربونا على حاجه في ظاهرها طيب وفي مصلحتنا، بس للاسف للاسف الحاجه دي داخليا شريره جدا جدا جدا. اهالينا كلهم بيزقونا عشان نبقى في المنطقه الامنه، ان هم بيعلمونا وبيعودونا ان احنا ما نجازفش، انا مش هاخد ريسك، انا هفضل دايما ماشي في اللين الامان اللي كل الناس بتدعمه. ده بيعمل ايه؟ ده بيقتل جوانا من غير ما نحس حته الحلم والمجازفه. من وانا صغير كنت عارف ان انا هبقى في يوم من الايام حاجه كويسه، ايه هي معرفش، بس دايما مؤمن ومصدق ان انا هقف كده في يوم من الايام قدام ناس في شويه منهم شايفيني مثال وحلم نفسهم يوصلوا له. معرفش هل انا نجحت في ان اوصل للنقطه دي ولا لسه، بس انا متاكد اني ماشي في الحته الصح اللي هتوصلني في الاخر لده. لما اتخرجت من حقوق انجلش، كنت شايف ان انا مش هينفع ابقى محامي، مش هينفع ابقى وكيل نيابه، مش هينفع ابقى قاضي، انا مش هنا، انا عندي حلم تاني يمكن معرفوش بس مش هو ده حلمي. فكرت شويه لقيت ان اكتر حاجه ممكن اكون هعيش عمري كله وانا بعملها وهبقى مبسوط هي الرياضه. الرياضة من أكتر الحاجات اللي لما وقفت كده وفكرت، هو أنا طيب لو قضيت عمري كله بعملها هل فعلا هعرف أوصل للحلم اللي أنا عايزه ولا لأ؟ كانت الإجابة آه. في مشكلة تانية برضو كلنا بنقع فيها وبنخاف منها، إن إحنا دايما بنسأل نفسنا سؤال، أنا إيه الحاجة اللي لو عرفت أعملها هبقى ناجح؟ ما بعرفش أجاوب. دايما كلنا بنفشل إن إحنا نجاوب على السؤال ده لسبب واحد بس، ان احنا بنخاف نجرب. في فترات من فترات حياتنا تحديدا في فتره المراهقه كلنا بنسال السؤال ده، انا ايه حلمي؟ معرفش. ايه الحاجه اللي انا لو عشت عمري بعملها هبقى ناجح؟ معرفش. لان احنا برضو عندنا اعتقاد خاطئ ان الحلم ده حاجه انت بتتولد بيه، وناس بتتولد دي بس انا اسكندراني، فاللي هيتريق انا هبقى عارف ان هو بيتريق على اتولد بيه. عشان توصل لحلمك او انا عشان اوصل لحلمي جربت مليون الف حاجه. وانا صغير كنت بحب ارسم جدا جدا، قلت بس انا لقيت الحلم اللي انا هفضل ماشي ورا طول عمري وفي الاخر هبقى شخص ناجح. تعلقت بالموضوع وتعلمت ارسم وخلاص، كنت مسخر كل طاقتي ان انا هبقى رسام. بس بعد شويه اكتشف ان هو لا مش هو ده اللي انت عايزه. لا طيب، بعد شويه اكتشفت ان انا صوتي حلو وبغني، وكان حلم ابقى مطرب. طول فتره جامعه انا مسخر نفسي ان انا هبقى مغني وهبقى مطرب وهكسر الدنيا، وبالمناسبه صوتي حلو بس مش هغني دلوقتي. كنت بجري ورا الحلم ده وشايف خلاص ان هو دي الحاجه اللي انا هنجح فيها وهكمل عمري كله بعملها. بعد شويه اكتشف، هل ده حلم ولا هوايه؟ لا دي هوايه. طب هدور على الحلم بقى، اكتشف اني بعرف اكتب كويس، بكتب شورت ستوريز، ادخل ورش كتابه،
هتعلق بالموضوع بس قفشت الحلم بقى خلاص بقى انا هكمل في الموضوع ده برضه ده مش حلم دي هواية انا زهقت خلاص اكتشف ان في وسط كل الحاجات اللي انا اتعلقت بيها دي ووقعت مني في الطريق انا لسه بتمرن ولسه مهتم بالرياضة بس خلاص بقى هي الرياضة انا قفشت حلمي طب انت ضيعت سنين كتير قوي بتجرب حاجات تانية مش مهم السنين دي ما ضاعتش السنين دي كانت هي الطريق اللي بيهيئ لي ان اوصل في الاخر واقفش حاجة اللي انا فعلا هبقى مبسوط بيها بس خلاص هو حلم الرياضة انا حلمي ان ابقى اشهر حد في مصر في مجال الفيتنس موديلنج وحبقى ايوه هتبقى ازاي يعني ما اعرفش بس حبقى عارفين الايمان والاعتقاد الغامض اللي بقى جواك وتجاه شيء معين وما تعرفوش مصدره وما عندكوش اي اثبات ان هو حقيقي انا متاكد ان كل حد قاعد هنا كان عنده في وقت من الاوقات ايمان واعتقاد ان هو هينجح في حاجه رغم ان هو ما عندوش اي دليل على اعتقاده ده صح الكلام ده صح بالنيابه عنكم ايوه صح اول محرك اساسي في نجاحك في اي حاجه هو ايمانك ان انت هتنجح حتى لو ما عندكش اي دليل حتى لو ما خدتش اي خطوه لسه بس ان انت تبقى عارف ان انا ايوه هنجح والله ده 50% من نجاحك في كتاب نزل من سنين كتير قوي اسمه ذا سيكريت متاكد ان معظمكم قراه من قبل ذا سيكريت ده طب خليني اقول لكم ذا سيكريت بيقول ايه في قاعده اسمها قانون الجذب قانون الجذب اشهر قاعده خرجنا بيها من كتاب ذا سيكريت اللي انت هتعتقد فيه وهتصدقه هو ده اللي هيحصل حتى لو في اللحظه اللي انت اعتقدت فيها الاعتقاد ده مفيش حاجه بتدعم حدوثه بس في الاخر هتحصل بمعجزه كونيه بقى بتخطيط كده من الالجوريثم بتاع الكون ما تعرفش هيحصل ازاي بس في الاخر بتكتشف حصل انا نفسي مثلا اغني انا هبقى مغني شاطر قوي ايوه بس انت لسه اصلا ما اتعلمتش الغنى مش مهم انا هبقى مغني شاطر انا هبقى مغني مشهور يا حبيبي انت لسه اصلا ما سجلتش تراك واحد مش مهم بس هبقى مغني مشهور انت بتلاقي نفسك لا اراديا مخك بيجذب كل العوامل اللي توصلك للنقطه دي ففي الاخر بتكتشف ان هي حصلت عايز ابقى مغني شاطر هتلاقي نفسك بتروح تتعلم عايز ابقى مغني مشهور هتلاقي نفسك بتعمل دايره علاقات في المجال توصلك للنقطه دي عايز ابقى ناجح قوي والبوماتي مكسره الدنيا هتلاقي نفسك تدريجيا بتروح للسكه اللي توصلك ده وانت مش اخد بالك ان انت رايح في السكه قانون الجذب فاحنا عندنا القانون ده حاجه انترنال كده من غير ما نبقى عارفين ارجع تاني لنقطه ان الناس الناجحه ما تولدوش بعوامل النجاح لا الناس دي خلقت عوامل النجاح ازاي انا عندي حلم من بعد ما قررت ابقى فيتنس موديل وابقى اشهر حد في مصر هو انا مقرر كده ويمكن الناس اللي قاعده تبقوا مش فاهمين ايوه انت يعني ايه حد يبقى مقرر ومصدق وعارف هو انا قررت دايما الناس بيبقى شايف ان في معادله صريحه واحده بس للنجاح انا هتعب هشتغل هنفذ هنجح مش هي دي القاعده لا مش دي القاعده مش معنى ان انت اشتغلت ومشيت في الطريق المفروض ينجحك اللي المفروض ينجحك وعملت كل اللي عليك انك في الاخر تاخد الشيك في ايدك وانت ماشي مبروك عليك انت نجحت لا ممكن تشتغل وتموت نفسك وتعمل كل الستبس المفروض عمليا ونظريا ان هي تنجحك وفي الاخر تكتشف ان العالم مكان مش بهذه الطيبه اللي انت معتقدها ومش بهذه العداله فتاخد على وشك بالالم احنا اسفين انت تعبت جدا بس مش انت اللي هتنجح في حد غيرك خالص هو اللي هينجح بس ازاي اتس نوت فير مش ده العدل على فكره هو كده ولو مش عاجبك شوف لك كون تاني وحياه تانيه تعيشها ازاي طيب ازاي طب انا اعمل ايه ما انا حاولت هعمل ايه تاني حاول تاني ايوه حاول تاني بنفس السيكونس بنفس الخطوات اللي انا عملتها في الاول واذا كان عاجبك قررت ان انا عندي حلم ان انا ابقى لعيب محترف اخد كارت الاحتراف
كارت الاحتراف ده اختصارا للناس اللي مش فاهمه ده زي بيرميشن كده ان ابقى لعيب محترف واطلع العب اكبر بطوله في العالم في كمال الاجسام اللي هي مستر اولمبيا. ده حلم اي بادي بيلدر في العالم ان هو يقف على مسرح مستر اولمبيا. عشان اوصل للحلم ده رحت حرفيا اخر بلاد المسلمين الصين. رحت مجهز نفسي كويس قوي، محضر نفسي كويس، واثق من نفسي، رايح اكسب وارجع. ما عنديش اي اوبشن، مش مؤثر في اي حاجه، بس خلاص يا رب انا عملت كل عليا، فانا متاكد ان انت بعدلك وحكمتك هترجعني المره دي بالكارت. رحت دخلت الستيج، اللعيبه كلهم بيبصوا عليا مبهورين، ايه ده؟ ده هو في حد جامد كده؟ اه انا جامد. انا كنت رايح الصين وانا جامد جدا، ما ينفعش اخسر. اللعيبه كانت بتصور معايا، الحكام aren't you brilliant؟ انت لسه مش محترف؟ لا انا مش محترف، انا جاي اخد كارت الاحتراف من عندكم النهارده. طالع مسرح وانا خلاص النهارده يا رب ده اليوم اللي انت هتكرمني فيه وهتخليني فيه بروفيشنال. راح اكسب واكلم امي في التليفون، ماما باركي لي انا نجحت. طلعت المسرح الناس كلها مبهوره بيا، واقف في نص الستيج، كل السبكتيترز او المتفرجين بيبصوا عليا، هو ده البطل النهارده. خلصت العرض بتاعي ونزلت عيطت كتر ما انا متاكد قد ايه ان انا هنجح النهارده. نو اوبشنز، مفيش مجالات تانيه، انا لازم انجح النهارده خلاص خلصانه. وقت اعلان النتيجه اكتشفت ان انا اوت اوف توب 10. انت اصلا مش كواليفايد انك تكسب الكارت اصلا. ايه ده؟ يعني ايه؟ مفيش حد ينفع يكسب غيري النهارده. معلش انت مش تكسب النهارده، في حد غيرك هيكسب. نزلت مع المسرح خدت نفس، هو ايه اللي حصل؟ اللي انا عايزه اتاخر خطوه مش مشكله، يلا بينا نخش على المحاور اللي بعدها. خدت شنطتي، والمسافه اللي وصلت فيها من مكان البطوله لحد الاوتيل كنت نسيت اصلا الفشل والخساره اللي لسه حصل لي من 5 دقايق. يلا بينا نبدا نحاول تاني ونجهز نفسنا تاني عشان لسه عندنا الحلم ما وصلنالوش وعندنا تعب تاني. رحت رجعت مصر وبدات اتمرن تاني واحضر تاني واعمل دايت تاني واتعب تاني. وا انا رايح فين المره دي؟ رايح اليابان ابعد، لسه في حلم ما وصلتلوش، لسه بدري. رحت اليابان انا اجمد من الصين بقى، والله ما هسيب اي فرصه ان اخسر، مستحيل، انا هكسب الكارت من المطار مش لما اوصل اليابان، من المطار. رايح نفس السيناريو تاني، ايه ده؟ مين المصري الجامد ده؟ انت لازم هتكسب النهارده، الناس كلها بتبارك لي، الحكام مش مصدقين ان انا مش محترف، انت مكانك في مكان على اولمبيا، انت محترف. طلعت المسرح واقف في وسط الناس، انا اجمد حد النهارده بقى، انا متاكد يا رب ان انت اخرت مكسبي في الصين عشان اكسب المره دي في اليابان ويبقى الفرحه اكبر. طلعت عملت الشو بتاعي واقف بمنتهى الثقه، انا النهارده كسبان، اللعيبه اللي جنبي الكومبيتيتورز بيباركوا لي، ما ينفعش حد يكسب النهارده غيرك. خدت مركز اول، بقيت مستر اولمبيا اليابان، بس برضه ما خدتش كارت الاحتراف. ايه بقى ده؟ ايه ده بقى؟ هعمل ايه تاني اكتر من كده؟ مش عارف، عملت كل حاجه بس برضه ما نجحتش، مش النجاح اللي انا عايزه. اعيط ادبدب في الارض، اقعد اجري في الشارع كده اصوت اللي هو انا مش عارف انجح، ما انا بعمل كل حاجه، فين المشكله؟ نزلت على الستيج خدت تفكير دقيقتين، اكيد 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 ربنا مؤخرها لي عشان خاطر حاجه. لحد اللحظه اللي بكلمكم فيها دي انا لسه بحاول اوصل للحلم اللي انا عايزه ولسه ما وصلتلوش. مفيش في مره يأست، مفيش في مره الاحباط دخل جوايا وقال لي على فكره يا انت مش هتنجح، طز انا هنجح بالعافيه، هنجح لو مش دلوقتي فبعدين، ولو مش بعدين انا يمكن مش عارف امتى، بس برضو انا لسه مكمل. حتى لو سافرت تاني، لو رحت يعني الهونولولو، ما اعرفش فين الهونولولو بس اعتقد حته بعيده قوي، يعني لو رحت ابعد من كده بكتير وفشلت برضه هفضل احاول تاني. الفيصل ان النجاح ملوش قاعده، مش شرط ان انت تعبت وعملت كل الخطوات اللي متعارف عليها للنجاح يبقى لازم هتنجح، لا. ممكن وانت بتحضر نفسك انك توصل للحلم تكتشف ان فعلا الكنز في الرحلة زي ما كانوا بيقولوا لنا، مش مجرد بس كده مقولة بنسمعها، لا، الكنز في الرحلة. هقول لكم ايه بقى الكنز اللي انا لقيته في الرحلة اللي انا لسه ما وصلتش لنهايتها. في 5 سنين
بجري ورا الحلم بتاعي اللي انا لسه ما وصلتلوش ومش عارف هوصل له امتى. في 5 سنين بقيت الحمد لله الحمد لله خليني اقول من اشهر الفيتنس مودلز في الوطن العربي، وانا ما كنتش اخد بالي مش ده حلمي اصلا. في 5 سنين بقى عندي اكبر سوشيال ميديا بلاتفورمز في الميدل ايست كلها في مجال الفيتنس، وانا ما كنتش مرتب لده اصلا. في 5 سنين بقى عندي اكبر يوتيوب شانل في مصر والوطن العربي، وانا ما كنتش عامل حسابي لده مش هو ده اللي انا عايزه، بس بكتشف ان انا حققته وانا ماشي اصلا. في 5 سنين بقى عندي سبورتس وير براند اسمه موفيت، من انجح السبورتس وير براند الحمد لله اللي في مصر، وبرضه ما كنتش هو ده اللي انا عايزه مش ده حلمي الاساسي اصلا. في 5 سنين وصلت المكان انا متاكد ان ناس كتير تحلم بيه ويتمنوا ان هم يكونوا فيه، ويتمنوا يكونوا واقفين مكاني دلوقتي متشرفين بكل الناس اللي قاعده تتفرج عليهم دي. بس كل دي ما كانتش احلام، بس كل ده حققته وانا رايح للحلم الاساسي اللي لسه ما وصلتلوش ومش عارف هوصل له امتى، ومش عارف في الطريق المتبقي ده هوصل لاحلام تانيه ايه ما كنتش عامل حسابها وهتضاف لرصيد نجاحي. فشكرا يا رب على كل وقت اخرت في حلمي عشان اوصل لاحلام تانيه ما كنتش عامل حسابها ومخلياني دلوقتي ناجح اكتر مما كنت اتخيل او كنت احلم. فدايما لو عندك حلم افضل ماشي وراه وما تشغلش بالك انت فشلت كم مره، كل مره بتفشل فيها انت بتضيف لرصيدك خبرات تانيه ونجاحات تانيه ما كنتش بتدور عليها اصلا، بس بتترمي في سكتك كده عشان الواد على فكره بيتعب وبيعمل اللي عليه، فانا هديله حلم ما كانش في باله واخر الاساس اللي هو عايزه عشان يمكن لو وصل للاساس ما يعرفش يوصل لبقيه الاحلام التانيه الصغيره، فهو مش عارف مصلحته فين. بس انا كربنا انا عارف مصلحتك، فاسمع كلامي وافضل اشتغل واتعب اتعب كل يوم اكتر اكتر، وما تدورش هل انا توفقت في الحلم المره دي ولا لا، بس دور على الاحلام الصغيره اللي بتحصل لك، ودايما وفر ظروفك عشان تنجح. ما تستناش ان الناس اللي حواليك توفر لك الظروف، لان لا احد في العالم يأبه لامرك ولا احد في العالم اصلا يهمه انت هتنجح او لا. الناس كلها دايما شايفه ان انت هتفشل واللي انت بتحاول فيه ده حاجه تافهه وملهاش اي قيمه ولاش اي معنى. يعني انت فيتنس موديل طز ما كل الناس بتتمرن، ايه المختلف فيك؟ انا عارف ان انا مختلف، انا عارف ان انا هبقى غير كل الناس اللي حاولت تعمل اللي انا بعمله، انا عارف وواثق من ده. فجماعه استنوا كده في الاخر لما اوصل للمكان اللي انا عايزه، عشان بدل ما كنتوا بتحبطوني هتسقفوا لي وتسالوني هو انت ازاي وصلت للنقطه دي. وشكرا، واتمنى ان كل حد فيكم يبقى عنده الموتيف ان هو يوصل للحلم بتاعه ويحاول ويحاول من غير ما يزهق. شكرا.